أهلا بكم من جديد. المشكلة الآن تكمن في معرفة قيمة ألفا، وقيمة ألفا التي تمثل لي الأهمية النسبية للعوامل الموضوعية بالنسبة للعوامل الحرجة، هذا ما تعنيه ألفا. كيف يتم تحديد ألفا؟ ذكر في المثال أن قيمة ألفا تساوي قيمة العوامل الموضوعية تساوي 3 أضعاف العوامل الحرجة. كيف يتم استخدام قيمة ألفا في الوصول إلى المعامل العام للمعامل العام أو الجنرال موديلز، الذي المعامل العام الخاص بكل موقع، والذي سنقوم بالمفاضلة عن طريق المعامل العام للمواقع الأربعة واختيار أيهما أقل، بشرط ألا يساوي هذا المعامل العام صفر. نختار المعامل العام الأقل بشرط ألا يساوي صفر. كيف يتم تحديد قيمة ألفا؟ قيمة ألفا تعبر عن درجة أهمية العوامل الموضوعية بالنسبة للعوامل الحرجة. إذا ذكر في المثال أن ألفا تمثل لي العوامل الموضوعية واحد ناقص ألفا تمثل العوامل الشخصية أو العوامل الذاتية أو العوامل الشخصية. على أساس أن العوامل الموضوعية تعادل 3 أضعاف العوامل الشخصية بهذا الشكل. إذن ألفا equal 3 between brackets 1 minus alpha. نحن الآن بصدد معرفة قيمة ألفا التي نستطيع من خلالها الحصول على نسبة العوامل الموضوعية. العوامل الموضوعية تكون في شكل نسبي، كذلك العوامل الشخصية أيضا تكون في شكل نسبي. من خلال معرفة ألفا نستطيع معرفة قيمة العوامل الموضوعية بالتعويض أيضا بقيمة ألفا في هذا المقدار 1 minus alpha. نستطيع معرفة قيمة العوامل الشخصية. الخطوة الثانية الآن ألفا equal بضرب 3 فيما بين الأقواس 3 minus 3 alpha. تذهب 3 ألفا للطرف الآخر بإشارة مخالفة plus 3 alpha equal 3 alpha plus 3 alpha equal 4 alpha equal 3 finally alpha equal 3 divided by 4. هذه هي قيمة ألفا التي سوف نستخدمها للحصول على قيمة العوامل الشخصية، ثم التعويض بهما في معادلة المعامل العام الخاصة بكل موقع لاختيار أيهما أقل قيمة، فيكون الموقع صاحب أقل معامل عام قيمة هو الموقع المفضل لإقامة المشروع. الآن يتم التعويض بقيمة ألفا للحصول على المعامل الشخصي. إذن 1 ناقص ألفا منها 1 ناقص 3 divided by 4. هذه هي قيمة 1 ناقص ألفا أو قيمة المعامل الشخصي أو المعامل الموضوعي. الآن القاعدة تقول أن مجموع ألفا ومجموع 1 ناقص ألفا يساوي 1، يعني لدينا 1 divided by 4 plus 3 divided by 4 equal 1
إيكوال 1، القاعدة تقول أن مجموع الألفا وواحد ناقص ألفا لابد أن يساوي واحد، وهو ما تحقق لدينا الآن. نقوم بالتعويض في معادلة المعامل العام، نقوم بالتعويض في معادلة المعامل العام. ألفا إيكوال 3 ديفايدد باي 4 1 ماينس ألفا إيكوال 1 ديفايدد باي 4. لدينا الآن كل المجاهيل أصبحت معلومة لدينا الآن، كل المجاهيل في معادلة المعامل العام أصبحت معلومة لدينا الآن، ليس علينا سوى التعويض بهذه القيم في معادلة المعامل العام للحصول على المعامل العام الخاص بكل موقع والمقارنة بينهم على أساس أيهما أقل قيمة، فيكون هو الموقع المقترح أو الموقع الأكثر الموقع المناسب لإقامة المشروع فيه. الجنرال موديلز الخاص بالموقع الأول، الخاص بالموقع الأول إيكوال، دعونا نكتب المعادلة أولا ثم حتى نستطيع التعويض بها في القيم. معادلة المعامل العام، معادلة المعامل العام معادلة المعامل العام هي كالتالي: الكريتيكال الخاصة بكل لوكيشن برات ألفا بتوين براكتس أوبجكتيف الخاصة بكل موقع بلس بتوين براكتس 1 ماينس ألفا الخاصة ب المعامل الشخصي او المعامل الذاتي مالتي بتوين براكتس سبجكتيف الخاصه بكل لوكيشن براكت. التعويض بشكل مباشر، التعويض بشكل مباشر للموقع الاول، للموقع الاول جنرال موديلز الخاصه بالموقع الاول باللوكيشن نمبر 1 ايكوال الحرج، المعامل الحرج للموقع الأول 1 براكت. الألفا، الألفا يتم التعبير عنها في شكل نسبي، الألفا وال1 ناقص ألفا يساوي التعبير عنها في شكل نسبي، يعني 3 ديفايدد باي 4 هي 0.75 والمعامل الشخصي أو ال1 ماينس ألفا يتم التعبير عنها في شكل نسبي أيضاً، فالكوارتر تصبح أو 1 ديفايدد باي تصبح 0.25 حتى نستطيع لسهولة الحل، لسهولة الحل يتم التعبير عنها في شكل نسبي لسهولة إقامة العمليات الحسابية. الألفا 0.075 الألفا والوان ماينس ألفا خاصة، هذه يتم التعويض عنها في كل المواقع، هذه خاصة في جميع المواقع، الألفا والواحد والوان ماينس ألفا يتم التعويض عنها في جميع المواقع، أي نفس القيمة، نفس القيمة يتم التعويض عنها في المعامل العام لكل المواقع الأربعة. Divided by الأوبجكتيف الخاصة بالموقع الأول، الأوبجكتيف الخاصة بالموقع الأول واحد أوبجكتيف الخاصة بالموقع الأول الأوبجكتيف الخاصة بالموقع الأول 0.6522 بلس 1 ماينس ألفا اللي هي 0.25 مالتي السبجكتيف الخاصة بالموقع الأول سبجكتيف الخاصة بالموقع الأول 0.5 الألفا equal 0.75
1 minus alpha equal 0.25. Pract equal هذا المقدار, هذا المقدار يساوي, هذا المقدار يساوي 0.6142. هذا هو المعامل العام الخاص بالموقع الأول, هذا هو المعامل العام الخاص بالموقع الأول. ما هو الآن المعامل العام الخاص بلوكيشن نمبر 2, خاص باللوكيشن نمبر 2 بهذا الشكل؟ المعامل الحرج كان عندي, المعامل الحرج الكريتيكال اوف لوكيشن نمبر 2 كان 1 براكت, نفس القيمة, نفس القيمة ألفا تأخذ نفس القيمة في المواقع الثلاث, كذلك واحد نقص ألفا تأخذ نفس القيمة للمواقع المواقع الأربعة, المواقع الأربعة تأخذ نفس القيمة 0.75 between brackets الobjective الخاص باللوكيشن نمبر 2, الobjective الخاص باللوكيشن نمبر 2 كان 1 plus 0.25 1 minus alpha 25 between brackets finally subjective الخاصة باللوكيشن نمبر 2, subjective الخاصة باللوكيشن نمبر 2 كانت 0.667 براكت. هذه القيمة تساوي, هذه القيمة تساوي 0.9168. الآن الجنرال موديلز الخاص بالموقع نمبر 3, خاص بالموقع نمبر 3 إيكوال, كان لدينا الكريتيكال في الموقع في لوكيشن نمبر 3 كان 1, لوكيشن نمبر 3 كان 1 براكت 0.75, كان الاوبجكتيف الخاص بالموقع الثالث, الاوبجكتيف الخاص بالموقع الثالث, الاوبجكتيف الخاص بالموقع الثالث كان او بتوين براكت 0.869 بلس 1 ماينس الفا واحدة في المواقع الأربعة 0.25 between brackets multi subjective الخاصة, subjective الخاصة بالموقع الثالث, subjective الخاصة بالموقع الثالث كانت 0.833 براكتس. هذا المقدار يساوي, هذا المقدار يساوي 0.8605. الآن الجنرال موديلز الخاص أوف لوكيشن نمبر 4, الجنرال موديلز أوف لوكيشن نمبر 4 يساوي 0 بالكامل. لماذا؟ لأن الكريتيكال لدينا 0, الكريتيكال لدينا 0, 0 في اي مقدار يساوي 0. الكريتيكال الخاصه, الكريتيكال الخاصه باللوكيشن نمبر 4 كانت 0, فبالتالي 0 مضروبه في اي مقدار يساوي 0, يساوي 0, 0 مضروبه في اي مقدار يساوي 0. اذا هذا هو المعامل العام الخاص بالمواقع الاربعه, المعامل العام الخاص بالمواقع الأربعة. الآن أنت كمدير تقوم باختيار المعامل العام الأقل, طبعا يستبعد الزيرو, لا يتم اختيار الموقع الذي له معامل عام يساوي زيرو, إنما يتم اختيار المعامل العام الذي لديه أكبر أو لديه أقل معامل عام قيمة. في هذه الحالة يكون اختيار المدير للموقع رقم 1, لوكيشن نمبر 1, لوكيشن نمبر 1, لانه صاحب اقل معامل عام, لانه صاحب اقل معامل
أقل معامل عام. الآن الآن أعزائي الطلبة انتهينا من معرفة وتطبيق الأساليب التي تستخدم في المفاضلة بين عدة مواقع بناء على العوامل المالية فقط، وعرفنا منها أسلوبين وهو البريك إيفن أناليسيس وترانسبورتيشن ميثود، هذا فيما يتعلق بالعوامل المالية فقط. هذا الأسلوب اللي تحدثنا عنه الآن هو يستخدم عندما تتوافر لديك أنت كمدير عوامل مالية وعوامل غير وعوامل غير مالية، يتم استخدام الجنرال مودلز للمقارنة والمفاضلة بين عدة مواقع، بما يضمن لإدارة المشروع بيئة آمنة ونافعة تعود بالنفع على النشاط، بما يكفل أيضا تحقيق أكبر قدر من العوائد المادية وغير مادية. السلام عليكم.